مرحبا، من صدفان ولمناسبة عيد 20 للمقاومة والتحرير رح نتوقف عند ثمن نصر التحرير العام 2000 يلي عم ندفعه بعدة أساليب: اغتيالات، زرع الفتنة المذهبية، عدوان، حرب، دخول الإرهاب على الساحة اللبنانية، أزمات سياسية، عقوبات خارجية، وهالمرة الكلفة انهيار البلد ماليا واقتصاديا بهدف الرضوخ لشروط جهنمية. اليوم رح نحاول قراءة هالمرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان مع نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا أهلا وسهلا، الحوار أهلا وعلى الوقت وسهلا. اللي رح تعطينا إياه. قبل ما نخوض بالتفاصيل يلي فيها وجع، بدنا هيك بعد 20 سنة إذا طلعنا لورا شو منشوف؟ شو عملنا بال2000 نحن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحرير 25 أيار سنة 2000 محطة تاريخية حساسة للبنان والمنطقة العربية ولكل مقاوم في عالمنا، لأنه لأول مرة منذ الاحتلال الإسرائيلي رسميا سنة 48 وبشكل غير رسمي من بداية القرن مع وجود الانتداب البريطاني، لم يحصل أن حررت مجموعة أو حزب أو مقاومة أرضا بهذه السعة من دون قيد أو شرط، بل أصبح الإسرائيلي يتباهى بأنه هرب ليلا من دون أن نشعر به فخفف من خسائره. هذا إنجاز كبير جدا. أنا أنظر أن التحرير فتح باب للبنان نحو الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وبدأ الإعمار وجنوب لبنان عاد إلى حضن الوطن. ما ننسى أنه بقي من سنة 1985 لسنة 2000 15 سنة، بقي حوالي 1000 كيلومتر من مساحة لبنان، يعني 10% من مساحة لبنان بما يسمى الشريط الحدودي المحتل كان تحت الاحتلال الإسرائيلي. لا الناس موجودة هناك ولا القدرات عم تستثمر. الحمد لله كان التحرير مفصل في هذا الأمر. لكن الإسرائيلي وأكيد أمريكا ما قدروا يبلعوا النصر اللبناني، حزب الله بالتحديد، فكانت الكلفة علينا من 2005 لليوم كلفة شوي تقيلة. كيف عم نتعاطى مع هذه الكلفة وثمن هذه الكلفة علينا، خاصة وقتها في مرحلة فكرنا أنه الفتنة المذهبية رح تروح إلى أبعد ورح تحقق أهدافها أمريكا؟ كيف قدرتوا تعملوا تطويق لهذه الفتنة؟ واليوم شو تغير؟ هل الفتنة مستعدين مرة ثانية تضحوا مشان ما ترجع توعى؟ أنا لفتتني مقدمتك وكنت راغب إنه نوصل الإجابة عنها. كانت مقدمة عم بتحمل المقاومة كل الأكلاف السلبية. ليش طبعا ليش ليش فهمت فضيلتك هيك؟ ما فهمت انه نحن عم لما ندفع الثمن لكفيلك عدم قبول الغرب لا واسرائيل بهذا النصر. أنا فقلت أنا حابب إني أوضح صورة هي بالحقيقة صورة متفائلة لكن حقيقية وواقعية. عادة متى تكون الكلفة عالية ومصيبة؟ عندما يكون أمام الإنسان خيارات فبيختار الخيار الأسوأ فبيدفع كلفة عالية. أما لما منكون أمام خيارين لا ثالث لهما، أو منقبل بالاحتلال الإسرائيلي يلي بده يخلي الجنوب معه، يلي بده يوطن الفلسطينيين بلبنان، يلي بده يتحكم بانتخابات الرئاسة في لبنان بالوضع الاقتصادي بلبنان، أو منروح للخيار الثاني ومي ونفط كل شيء، ما أو بنزرع منروح للخيار الثاني اللي اسمه
التحرير، بالتحرير في شهداء رح نقدمهم، لكن رح نسترد أرض مساحتها 1000 كيلومتر مربع، رح نسترد استقلال، رح نسترد اقتصاد خاص فينا. إذا بعمل مقارنة بين كلفة الاحتلال وكلفة التحرير، تطلع كلفة التحرير أقل بكتير من كلفة الاحتلال. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، نحن بعالم في ظلم. الدول المستكبرة ما عم تقبل إلا بدها تحط إيدها على خيرات العالم، وبالتالي نحن عم ندفع ثمن ظلم الإنسان. شو منعمل قدام هذا الظلم؟ يا منستسلم يا منواجه. نحن أخذنا قرار المواجهة لأنه كلفة المواجهة أقل من كلفة الاستسلام، والدليل هو اللي حصل معنا بالواقع اللبناني. هلأ إنه الأمريكان بيربطوا مساعدة لبنان بأنه نحن نعترف بإسرائيل، مين قال إنه اعتراف لبنان بإسرائيل رح يخليه سعيد ومرتاح؟ حيصير لبنان محطة للتوطين الإسرائيلي، وهذا هيعملنا خطر أكبر على لبنان. خلينا نحمل هلأ، منلاقي بعدين النتائج. حملنا بالمقاومة سابقا ومن سنة 1982 لسنة 2000 معاناة شديدة، لكن كان ثمنها نتيجتها تحرير وإعمار وتفاهم. هلأ هن دائما بدهم يشتغلوا علينا حتى يأذونا، اشتغلوا على الفتنة السنية الشيعية. طيب نحن كنا عم نشتغل بطريقة مضادة حتى لا تكون هناك فتنة سنية شيعية، والحمد لله نجحنا، ما حصل فتنة سنية شيعية في لبنان. مع أن البعض كان عم بيراهن أنه هذه الفتنة ممكن تكون خدمة للعدو بكل أشكالها، والبعض الآخر بوقت الانكماش والاشتباك السياسي كان عم يتوقع الأكثر. هو بالحقيقة نحن كفريق حزب الله، كفريق قوي، لأنه عندنا قرار بأنه ما بدنا ننجر للفتنة، عم نتحمل المصاعب، عم نقدم تنازلات، عم نفتح علاقات مع المذاهب الأخرى، وعم نكون مرنين كتير بالموضوع الداخلي لمصلحة بس إنه ما يكون في فتنة مذهبية، والحمد لله نجحنا بهالموضوع وحنستمر هيك. أنا ما بعتقد إنه بيقدروا يعملوا فتنة مذهبية بلبنان، لأنه عادة أي فتنة بدها طرفين. إذا واحد من الطرفين ما عنده قابلية وهو قوي، يعني ما بينجر، هو بيتحمل بعض التبعات، معناها فكرة الفتنة المذهبية صعبة. فضيلة الشيخ، بس تنهي موضوع التحرير، نحن بنعرف انه من 2000 لليوم كمان كان في ظروف قاسية على لبنان، وكان في ظروف دور كمان كبير لحزب الله بالمنطقة، يعني خرج حزب الله من دوره بلبنان إلى دور موجود اليوم بسوريا ميدانيا. أكيد الإعلام بكبر الحجم أكثر بالعالم بفنزويلا وغيرها، ما رح نتناول هذا التحرير. قد إيه أعطاكم دور لحزب الله انكم تكونوا موجودين على ساحات وامتدادات كبيرة؟ وهل هذه الساحات خدمت لبنان، او بالعكس كانت كمان، عذرا على السؤال، كمان كانت انعكاس سلبي على لبنان بشكل سياسي او غير سياسي؟ الحقيقة اللي عطى الدور الإقليمي الواسع لحزب الله مش التحرير، وإنما صد عدوان إسرائيل سنة 2006، يعني بعد 6 سنين من التحرير. والسبب إنه مستوى المواجهة يلي كانت بعدوان تموز سنة 2006، واللي أعلن الإسرائيلي إنه مستوى سحق لحزب الله، إنه يطلع منه حزب الله منتصر ويعترف الإسرائيلي إنه ما يقدر إنه يبقى بقلب لبنان، هذا جعل حزب الله قوة منظور لإلها. بعد 5 سنين من هالحدث، يعني بسنة 2011 بدأت الأزمة بسوريا،
نحن كنا نشعر انه سوريا مهددة بأن تسقط بيد إسرائيل. كان بدهم المشروع السوري يروح للمشروع الإسرائيلي. لذلك كنا أمام خيارين، أو نتدخل في سوريا لمنع تحويل سوريا إلى الاتجاه الإسرائيلي، أو إنه منخلي سوريا بقيادة الرئيس الأسد والجيش العربي السوري والشعب السوري بدون التدخلات الخارجية. لما كل دول العالم تتدخل بسوريا، لما بيجيبوا داعش والتكفيريين من 80 دولة وبيجمعوهم بسوريا، لما الأموال الخليجية والمعابر التركية والأردنية تفتح بلا حساب لكل من يريد القضاء على النظام السوري، نحن شفنا أنه في هجمة دولية لإسقاط سوريا اللي تهمتها أنه هي مع المقاومة الفلسطينية ومع المقاومة اللبنانية وبدها تبقى مستقلة. ما كان عندنا خيار إلا أنه نوقف إلى جانب سوريا، وهذا الخيار الصحيح، وهو خيار مكلف في تضحيات، لكن لو لم نكن في سوريا لكان يمكن أن تكون داعش في لبنان، وكان يمكن أن يكون لبنان ساقط الآن مش بالوضع اللي هو فيه. فنحن بنعتبر أنه تدخلنا بسوريا هو بالدرجة الأولى حماية لمشروع لبنان ومشروع المقاومة ومشروع مستقبل أجيالنا بهالمنطقة. ما كنا عم نخدم حدا، نحن صرنا إقليميين لأنه تعاون الدول والمنظمات مع بعضها هو السبيل تتحافظ على وجودها. كيف بحق للعالم كله يتعاون مع بعضه، أمريكا وإسرائيل وفرنسا وأوروبا والدنيا كلها، ونحن ما بحق لنا نتعاون؟ بلدين جارين لبنان وسوريا نتعاون مع بعضنا؟ بالعكس، نحن اعتبرنا أنه هذا التعاون مشروع وضروري، والحقيقة أثبت بأنه كان في مصلحة كبيرة للبنان ولسوريا. على سيرة داعش، قرأنا من أيام أنه ألقى حزب الله القبض على مجموعة داعشية على الحدود السورية اللبنانية. قد إيه دقيق هذا الموضوع؟ وهل رجعنا إلى جيوب، إلى خلايا نائمة؟ وليش بهذا التوقيت إذا في تحرك لداعش؟ لا، أنا ما عندي معلومات إنه يعني الحزب ما له علاقة بهذا الموضوع، لكن أن تكون هناك خلايا نائمة لداعش في غير دقيق ما نشر، يعني غير دقيق، غير دقيق، أن يكون هناك خلايا نائمة في بعض المناطق السورية أو بعض المناطق اللبنانية أو العراقية أو أي محل، هذا أمر عادي طبيعي. المهم هو أن تكون الجهات الأمنية في كل بلد يقظة حتى تمنع هؤلاء من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية أو من الامتداد. فإذا فضيلتك كنا عم نحكي عن موضوع التحرير، بدي أتوقف عند نقطة كمان مهمة. اليوم الدول العربية بمكان آخر، وقتها كانت الدول العربية تحكي عن أنه إسرائيل عدوة الدول العربية، الشعوب العربية ترفض التطبيع، الشعوب العربية ترفض الرضوخ إلى إسرائيل. اليوم نحن بمكان آخر، وبهذا المكان كمان في سهام عم تتصوب على حزب الله. كيف عم تتعاطوا مع هذه الأمور؟ وهل دخلنا مرحلة جديدة عربياً؟ للأسف الوضع العربي في حالة تراخي وانعدام وزن، بحيث أننا لا نجد قرارا عربيا في أي قضية من القضايا، وإنما إملاءات أمريكية تفرض على دول الخليج دفع المال، التطبيع مع إسرائيل، القيام ببعض الإجراءات تتعلق بالنفط وتخفيض الكمية من أجل النفط الأمريكي، وهكذا. يعني في انعدام وزن بموضوع الخليج العربي. من هون أنا بدي أقول إنه الحزب مش كتير معول على
الوضع العربي الآن. نحن بدنا ننتظر نعمل نحن كلبنانيين لحتى ننهض ببلدنا بإيدنا ونوصل إلى النتيجة المرجوة، وإلا مش كتير متأملين ولا معتبرين أنه هن حيصنعوا تاريخ المنطقة. حتى لما بيقولوا أنه بدهم يعملوا تطبيع مع إسرائيل أو بيقولوا أنه موافقين على صفقة القرن، هن ما عم يعملوا شيء مؤثر بالمنطقة، لأنه لا صفقة القرن فيها حياة، ولا بيقدروا ينوبوا عن الفلسطينيين بقرارهم المستقبلي بتحرير أرضهم، ولا بيقدروا يغيروا بالمعادلة بالمنطقة. هن بس خزانة مال تستنزفها أمريكا. بهيدي المعادلة في رأي عام، في أنظمة. إذا رحنا عند الرأي العام، عم بيتم غسل عقول الرأي العام بطرق عديدة، وينقال إنه أكيد تبعت فضيلتك المواضيع اللي صارت بالتطبيع على عبر الدراما الخليجية. إذا وصلنا لهيدي الاقتناعات إنه التطبيع أمر واقع، وبعدين بيقولوا لنا إنه نحن بلبنان أبعوا شوبكم لحالكم، شو رح يصير بهيدي ماذا ينفع التطبيع العربي إذا كانت المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعيشون حياة المواجهة لإسرائيل؟ ما لها قيمة هاي. العبرة أنه المشكلة ليست في السعودية أو في الإمارات، المشكلة في فلسطين، وبالتالي أهل فلسطين، شعب فلسطين، المجاهدين في فلسطين، الشهداء في فلسطين، المجاهدين في فلسطين، ما اني عم بقاوموا ورافضين الموضوع. كل هذا التطبيع لا ينفع. هلا بيبقى انه في تضليل للانظمه، عم تضلل شعوبها. نعم، هذه مشكله ننزعج منها، لكن ما عندنا خيار الا تضليل أو رسائل فضيلتك لا تضليل، لانه رسائل لمين يعني؟ لشعوبهم إنه هيدي الإشارات نحن رايحين لهذه المرحلة، يتحضروا. ماشي، هن لما عم بيضللوا شعبهم وعم بيعطون اشارات نحو التطبيع كحكام وعم بيسيطروا عليهم، نحن بنكون متاسفين انه في شعوب بالمنطقه ما عم تعرف الحقائق. دورنا اولا نحن نوضح الحقائق، نعمل اعلام واعلان وتوضيحات حتى الناس تسمع الراي الاخر. والامر الثاني، الشعب الفلسطيني هو الوحيد اللي بيغير الحقائق، والشعب الفلسطيني بده يقاوم وما حيقبل إلا بالتحرير. بالمستقبل إن شاء الله تتغير الظروف. تتغير رغم الانحياز الكامل الأمريكي اللي وصل بالأمس إنه ضم الضفة الغربية إلى القدس؟ أمريكا قديش حتضل قوية يعني؟ وإسرائيل قديش رح تبقى قوية؟ ما دام في إرادة مقاومة بالمنطقة، بالنهاية إرادة المقاومة هي اللي بتنتصر. ما في شعب عنده حق بيتمسك فيه إلا بده يربح بالنهاية. 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، لابد أن يربح. بعدين قرار أمريكا بصفقة القرن قرار أحادي الجانب يعني. أمريكا هي قررت، إسرائيل هي قررت، بس الطرف الآخر اللي بتنعمل معه صفقة القرن اللي هو الفلسطيني ما حدا وافق. فمعنى ذلك أنه ما عنده قابلية هاي الصفقة أنها تترسخ. أقصى شيء بتصير أنه مزيد من الاحتلال في داخل فلسطين، يعني مزيد من المقاومة. نحن متأملين من المقاومة. نحن كلنا مهتمين بالمقاومة، بس جيل بعد جيل ذات النفس بعدها بالمقاومة الفلسطينية. عم بيقولوا أنه ببعض الدراسات الإسرائيليين كانوا عم بيراهنوا أن الأطفال الجدد الجيل والجيل الثاني الجديد لن يكون متمسكا بفلسطين، على قاعدة أنه هو لم يعش النكبة والنكسة كما عاشها الآباء. تبين لهم أن هذا الجيل الجديد أشرس وأقوى وأصلب من الجيل القديم أو الأجيال القديمة. واليوم الطفل الفلسطيني عم بيعيش هم المقاومة. يعني النظرية تبعيتهم منا صحيحة، وطالما فلسطين موجودة عند الأطفال والشباب والنساء والرجال، معناتها لا يمكن إلا أن تعود. فضيلتك عم تحكي عن قد ايه بدها تبقى امريكا قويه واسرائيل قويه. اذا بنقرا اليوم بالداخل الاسرائيلي عند العدو الاسرائيلي الازمات السياسيه المتراكمه،
تحمل دلالات ما؟ كيف تقرؤون هذا الموضوع؟ بالأمس تشكيل الحكومة الاتحادية والوفاقية، تحديات أمام هذه الحكومة الإسرائيلية. على فكرة الشعب الإسرائيلي شعب مفكك، مفكك سياسيا، مفكك بانتماءاته، مفكك بارتباطاته. إذا اضطروا إنه يعملوا 3 انتخابات لحتى يقدروا يشكلوا بس حكومة، إذا عم يتعبوا لحتى يلاقوا 61 نائب من أصل 120 ليقدروا يشكلوا الحكومة، معناتها قديش في خلافات داخلية. أنا برأيي هاي الخلافات السياسية الداخلية هي واحدة من أسباب انهيار إسرائيل بالمستقبل. هذا التفكك إيه طبعا. والدعم الخارجي والحماية الأمنية لإسرائيل يلي بيجي دائما من أمريكا، كأنه يعني زيارة وزير خارجية أمريكا بهذا التوقيت، كورونا بالعالم، طيران متوقف، يحمل حاله من أمريكا وبيجي على إسرائيل. إذا كانت إسرائيل واقفة الآن على رجليها بسبب الدعم الخارجي، ليس لأن إسرائيل قوية. لا، إسرائيل لو ما بتاخد 4 مليارات دولار بالسنة من أمريكا ما عدا الدعم العسكري والتسليحي والتدريبي والإعلامي وكل شيء، لو ما إسرائيل ماخد غطاء دولي عم بيحاولوا يروجوا للدول المستكبرة، إسرائيل ما بتقدر تستمر. ولذلك الدعم الخارجي هو اللي عامل لها استمرارية. أي وقت يضعف الدعم الخارجي مع ظروفها الداخلية المعقدة، مش بس سياسيا حتى اجتماعيا، اقتصاديا كمان. حتى اجتماعيا واقتصاديا، فلذلك أنا ماني شايف أنه إسرائيل لديها قابلية للحياة مستقبلا في منطقتنا. لديها قابلية بعدوان جديد؟ بتفكر؟ إلى الآن الظروف غير مهيئة لعدوان إسرائيلي جديد. حتى هن الإسرائيليين بنقاشاتهم لا يجدون مصلح لهم. إسرائيل مردوعة، والسبب الأساسي أنه المقاومة بلبنان عندها قرار بالرد على أي عدوان إسرائيلي، ولأنه هي جاهزة بشكل دائم. وإسرائيل اختبرت عدة مرات جهوزية الحزب فوجدت أنها جهوزية عالية. هي لا ترى أن نجاحها في لبنان ممكن في هذه المرحلة، لذلك متمهلة بعدم القيام بعدوان. لا أعتقد أن الظروف ظروف عدوان، ولو قامت بعدوان إن شاء الله الرد موجود. والعدوان المستمر على سوريا من إسرائيل، هل هو رسائل إلى الآن هل للمحور ككل أو مطلوب إنه يعني سوريا ومن معها هن بدون يناقشوا ماذا يفعلون بما يحصل في سوريا؟ هذا طبعا بده نقاش. هذا القيادات هناك هي بدها تاخذ القرار المناسب. هل هو استهداف سوريا بالتحديد؟ هل هو استهداف لقوات إيرانية أو كائن للمحور ككل لا، هو استهداف بشكل اساسي للقوات، إيرانية؟ يعني عم بقول لقوات حزب الله وللمستشارين الايرانيين. لكن كونه عم بيصير على الارض السورية، فسوريا معنية يعني بهذا الموضوع. لذلك هلا ما بعرف لو متوصل للنقاشات في كيفية مواجهة مثل هذا العدوان. فضيلتك قلت إنه إسرائيل اختبرت قدرة جهوزية عند حزب الله، هل فينا نقول قطع الشريط الحديدي الفاصل كان من جزء من هذه الاختبارات؟ على إسرائيل أن تكتشف إذا كان قطع الشريط رسالة أم لا، ونحن لن نعلق على هذا الموضوع. ما علقت أصلا. فضيلتك، تحديات كبيرة والضغوط كبيرة من الخارج عليكم، وكل فترة بيجي شروط أو شروط مضادة، يعني بالمقابل بدهم سلاح حزب الله. بالأمس مجلس الأمن قال كلمته، عم بذكرنا بال 1995، 1995. للأسف نحن كل مرة في هيك قرار دولي بينزل تيكون فتنة بالبلد. كيف قريتوا قرار مجلس الأمن؟ وقرار 1559 ليس قرارا جديدا، لكن مطلوب كل 6 أشهر يعمل الأمين تقرير. العام تقرير. هذا التقرير اللي عم ينعمل كل 6 أشهر، لأنه تقرير مكرر عن التقارير السابقة. نحن كحزب الله ما عدنا كتير مكترثين بالرد
وإلا نحن بنعتبر تقرير الأمين العام منحاز إلى إسرائيل وغير موضوعي وغير قابل للتطبيق. بس بالإعلام كل فترة، يعني تقرير بيقطع كل 6 شهور، بس أوقات بالإعلام بينعطى أحجام، أوقات بيمرق مرور الكرام، بيكون لعل الظروف السياسية الآن خلته ينعمل له ضجة معينة، لكن ضجة ليومين ثلاثة ثم تنتهي. ألمانيا وتصنيف حزب الله، هل هو كمان ألمانيا قامت بإجراء سياسي بالتنسيق مع أمريكا ولإرضاء إسرائيل، وبالتالي هذا الموقف الألماني مدان من قبلنا بالوقت الذي تعلم فيه ألمانيا أنه لا يوجد تنظيم حزب الله في داخل ألمانيا، لكن أصل أن يؤخذ هذا القرار السياسي هو خطأ كبير قامت به الدبلوماسية الألمانية إرضاء لإسرائيل، ولن ينفعها هذا القرار. فرنسا وعلاقتكم فيها، وخاصة البعض بقول إنه في تواصل دائم بينكم وبين الفرنسيين، وخاصة بوجود القوات اليونيفيل في لبنان، والبعض راهن إنه بعد ألمانيا راح يكون في دول أخرى أوروبية تخطو خطوتها كمان. شو تعليقكم؟ شو دراستكم؟ شو معلوماتكم؟ ليس لدينا معلومات إذا كان هناك دول أخرى ستخطو نفس الخطوة الألمانية. نحن لا نشجعهم على مثل هذا العمل الذي لا فائدة منه، وإنما ضرر في العلاقات مع حزب الله فقط، وإنما أما على المستوى الميداني لا يوجد أي تأثير ولا يوجد أي فعالية في هذا الموضوع. لا أعلم إذا كان بعض الدول ستأخذ نفس الاتجاه، سيكون لنا نفس الموقف أنه موقف سياسي، وفي كل الأحوال المقاومة مستمرة ولن ترد على هذه التصريحات. جهوزية المقاومة بتخوف إسرائيل، وفعلا بتخوف إسرائيل لأنه هذا الردع الحقيقي، والبعض عم بيراهن أنه حتى حماية النفط اللبناني، إذا في نفط، يعني هذا كمان صار عليه سجال طويل عريض، هو لأنه في ردع من حزب الله، ومعادلة مطار مقابل مطار، منصة مقابل منصة. كيف بتنظروا لهذه النقطة؟ وخاصة يعني نحن عملنا أول تجربة تنقيب، والتنقيب الثاني رح ينتقل إن الله راد لبلوك 9 يلي هو على الحدود. كيف رح تتعاطوا؟ هل رح تكونوا الحارسين كحزب الله لهذه الخطوة، أو رح يكون في تنسيق مع الدولة اللبنانية، أو كيف رح تكون الأمور؟ الحدود اللبنانية مسؤولية الدولة اللبنانية، والنفط اللبناني مسؤولية الدولة اللبنانية. إذا طلبت منا الدولة شيئا نقوم به، نحن لسنا بديلا عن الدولة ولا نقوم بعمل لا تريده الدولة، هي اللي تريد القرار، ونحن منها الشعب اللي نلتزم بقرارات الحكومة في حماية النفط وحماية الأرض. مع انه البعض بيصوروا الاشياء لا، مختلفه هيدي أنا بصور لك إياها. مثل ما هي. فضيله الشيخ نعيم قاسم، بدي احكي شوي عن العلاقات بين الابناء، البيئه الشيعيه، ابناء المقاومه، بعد ذات النفس وذات الاندفاع موجوده، مع انه اليوم تعرف في اعتداءات، دائما تحليق طيران، اعتداءات، وما في رد من حزب الله، بضل ذات الزخم موجود. اليوم البيئة المحيطة بالمقاومة هي أصلب من أي وقت مضى، وبقول لك أكثر من هيك، نحن عندنا كحزب شيء اسمه الاستقطاب، يعني بنستقطب الشباب لينتموا للتعبئة بحزب الله. كل سنة عندنا أعداد كبيرة من الأولاد اللي صاروا بعمر الشباب، من الأخوات اللي صاروا بعمر الشباب اللي بيلتحقوا بالتعبئة تبعية حزب الله وبيشكلوا جزء من الجسم
العام المؤيد والمناصر. بيئتنا بيئة متماسكة قوية أحسن من أي وقت مضى، فيها مميزات أساسية. نحن عندنا تكافل اجتماعي، هذا ظاهر اليوم عندنا بكورونا. تكافل اجتماعي بحيث إنه ما بنترك الفقير عنا، ما بنترك الجريح، ما بنترك المعوز، وبالتالي الناس بتلف على بعضها. نحن لنا دور إداري، لنا دور تنظيمي لهذا الموضوع. مساجدنا خلية نحل بالإفطارات الرمضانية اليوم اللي بتتوزع على العائلات الفقيرة. الهيئة الصحية عندنا بتساعد بالبلسمة الجراح وبالعون الاجتماعي الصحي. جهاد البناء عنده مساهماته الزراعية. فإذا في عندنا نحن خدمات وبيئة بتتجاوز الحماس حماس الحماس الشخصي، وبالتالي بتلاقي اليوم المضحين اللي حاضرين للمقاومة وهم يعلمون أنه فرصة الشهادة بتصير فرصة كتير متوفرة كبيرة جدا. الحمد لله نحن ما منعاني لا من عدد ولا من بيئة. رغم الشيطان اللي عم بتصير. هلأ الشيطنة هاي عم بتزيدنا تصلب، لأنه عم تخلينا نحس أنه بلا بعض نضعف. يعني عم بتصير مثل تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فعم تخلينا نجتمع مع بعض أكثر ونتعاون مع بعض أكثر. الحمد لله نحن بأفضل وضع من حيث التماسك الداخلي والإقبال على المقاومة. وأكبر دليل استمرار الردع ضد إسرائيل هو بسبب هذا التماسك، وإسرائيل تعلم ذلك. كنا عم نحكي عن تسلم. الشيطنة كنا عم نحكي عن الشيطنة إذا بتسمح فضيلتك. بنلاحظ بالإعلام الغربي دائما استهداف حزب الله وإيحاء إنه حزب الله هو الحكومة اللبنانية، هو كل شيء، بينما اللي سمعته من حضرتك هلا أو من فضيلتك كأنه بتقدموا الدولة على تمام. خطابكم، وهيدا يمكن ما بيسر البعض أو بيتفاجأ فيه البعض. من هالمنطلق وقت تسمعوا الكلام الامريكاني، وقت تسمعوا الكلام الغربي او العدو، وتهدد الدوله اللبنانيه لانه حزب الله موجود بالحكومه او الى اخره، كيف بتتلقوا الامور؟ وكيف يعني الجمهور كمان بيتعاطى مع هذه الامور مع انكم بتعرفوا الحقيقه؟ يعني هلا أمريكا تكذب، أوروبا تكذب، كلهم بيكذبوا عنا، وإلا الحقيقة هي موجودة بالشارع، موجودة بالوقائع. طيب نحن قلنا لجميع الناس يا أخي الدولة اللبنانية هي اللي بتاخد القرار ونحن جزء منها. طيب بالممارسة العملية نحن جزء من الدولة اللبنانية. كنا نقول دائما إذا كان عندنا وزير من وزرائنا أو بيمثلنا هو حيكون لكل لبنان. البعض ما كان يصدق. طب ما هي بكورونا كيف تصرف وزير حزب الله؟ حتى بقلب بشري راح ضحى بنفسه وخاطر من أجل معالجة شأن له علاقة بمواطنين لبنانيين بصرف النظر عن انتمائهم. طب هلأ استقدام المغتربين، هو اللي حط مشروع انه يجوا هالمغتربين من مختلف الأطياف من مختلف أنحاء العالم لأنه لبنانيين. حزب الله بيعمل بهالعقلية بهالذهنية. هلأ أني لأنه بحالة عداء معنا بيحاولوا يشوهوا سمعتنا، هذا طبيعي يعملوه هن. نحن بهمنا أنه والاتهام أكبر. ناسنا يعرفوننا. الحمد لله الناس عندنا بيعرفونا والحلفاء تبعولنا بيعرفونا، واللي منو حابب يعرف الحقيقة ما حيغير شيء. الوقائع وقائع. أوقات بيقولوا حكومة حزب الله، سلاح حزب الله في الداخل، السيطرة على لبنان. هلا انت جيتي لو انت تعملي مقابلة شفتي قطعة سلاح بالشارع؟ ما في سلاح. ضميريا لازم يحكي الواحد. ما في. يعني حزب الله من الاول عم بيقول هذا السلاح هو لمقاومة اسرائيل. لذلك نحن بننزل على الانتخابات النيابية نسقط وبننجح،
نسقط حسب العدد وننجح حسب العدد، ما له على والاتهام أسلحة. والاتهام بيكون سلف هلا هذا الاتهام الجاهز سياسة. له علاقة بموقف سياسي عاجز، لأنه ما قادر يقول إنه نحن مش قوايا، ما قادر يقول نحن ما عندنا تمثيل شعبي، بده يروح ليتهمنا تهمة أخرى على أساس إنه هيدي بتتسوق بالغرب. وإلا عم نشوف الوقائع، الوقائع بتدل بأنه حزب الله جزء من التركيبة اللبنانية وعم يشتغل كمواطن لبناني. 25 أيار تاريخ منعيد فيه للمقاومة والتحرير، لكن يوما ما رح ينكتب كتاب تاريخ في لبنان فضيلة الشيخ. ونحن منعرف بلبنان على كل شيء منختلف كيف بدنا نكتب هذا التاريخ. بلشنا نعمل تصور هذا التاريخ كيف رح نكتبه، شو رح ينقال فيه وشو رح ينعمل؟ والله هيك ما يعني لم يطرح علينا بعد، يعني بانتظار انه اذا وزارة التربية بدها تعمل كتاب تاريخ عن 25 ايار اكيد رح يكون في إلنا مندوبين وحيكون في ناس محبين من الاطراف المختلفة بتعرف الحقائق وحتسجل الحقائق. الى ان يكتب تاريخ موحد بفرج الله، لكن تنتجاوز ال 75 أصلاً. لكن المعلومات العامة حول هاي الاحداث، في تواريخ مكتوبة ناس كتير كتبت عن 25 أيار بطريقة إيجابية، في ناس كتبت بطريقة سلبية. ما دام ليس كتابا للتاريخ الرسمي، هلا الناس هي بدها تختار، بصير حسب مواقفها السياسية. طب إذا طلبت منك تعمل لي ملخص فضيلتك، إذا بدنا نكتب هذا التاريخ من وجهة نظر حزب الله بتحت السقف الدولة اللبنانية، بدي هيك نخبر شو هو 25 أيار. 25 أيار حمى لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يمكن أن يؤدي إلى مستعمرات إسرائيلية في داخله، فضلا عن توطين الفلسطينيين. يعني كنا شفنا مستوطنات في داخل جنوب لبنان، لأنه بيعتبروا فلسطين ما بتكفيهم، بدهم أوسع من هيك. 25 أيار تحرير لبنان من الهيمنة الإسرائيلية والقرار السياسي الإسرائيلي، وفتح باب لاستقلال لبنان الحقيقي ليأخذ خياراته. وبالتالي لو كان عندنا جيش لبناني قادر أن يقوم بالتحرير لما فعل غير اللي نحن عملناه، بس ما عندنا جيش لبنان كافي. لذلك نحن كنا كمواطنين بنعتبر أنه واجبنا ندافع إلى جانب الجيش اللبناني تنحقق هذا الهدف المطلوب. هيك بيشوفوا الناس، لأنه لما حيجوا بالمستقبل حيتطلعوا شو كان في قبل 25 أيار؟ كان في احتلال. شو صار بعد 25 أيار؟ صار تحرير. مين اللي حرر؟ المقاومة والجيش والشعب. هذا الشيء ما حدا بيقدر ينكروا. ينكره. نعم، طيب إذا هذا التحرير حصل وبعدين أهديتوا هذا التحرير لكل الشعب اللبناني للدولة اللبنانية، لكن في ناس اعتبروا إنه هيدا مش دور حزب الله، وحتى شككوا، حتى الله يطول بعمره السيد نصر الله عدة مرات قال نحن حتى بعز دين التحرير في كام مين عم بيحكي صحيح ضدنا وعم صحيح يطعننا صحيح وعنده رؤية، واليوم يمكن اللي كان عم بيحكي بخجل عم بيحكي أكثر وقاحة. نعم خليني أقول، نعم طيب كيف بتتعاطوا مع هؤلاء الأشخاص يلي عن جد هو شرخ عمودي رؤيتين للبلد؟ في ناس بدها إياها بدها البلد يكون في الحضن الغربي وبالتوجه الغربي، في حدا بده هذا البلد يكون سيادة بكل معنى الكلمة، سيادة عن العدوان، عن التدخل، عن الاستغلال، عن كيف تتعاطوا مع هؤلاء؟ نحن بنعمل أناعتنا بالمقاومة، بنحاول إنه يكون لدينا حلفاء أيضا يؤمنون بالمقاومة، بنمد الإيد لمن يخاصمنا ويرفضنا لنوضح له ونبين له الأهداف. إذا قبل أهلا وسهلا، ما قبل ما نحن ما بنقدر نلزم حدا على قناعاته وقراراته. بالنهاية لبنان له آلية بالحكم وله آلية باختيار النواب.
خلي الشعب يختار. الحمد لله أنا بقدر أقول اليوم الغلبة في لبنان شعبيا ونيابيا للخط المقاوم، سواء نحن أو حلفائنا، وهيدي مؤشر إيجابي. إن شاء الله هذا بيتوسع أكثر مع الزمن. علينا دائما نبين الحقائق، بس دائما رح تلاقي ناس ما رح تقتنع وما رح تقبل. شو بنعمل يعني؟ يعني ما عندنا خيار إلا إنه نقول الحق ونكفي. نعم، وتتمدوا ايدكم للاخر رغم بتعرفوا قناعته او توجهه، بكون همكم شو؟ هم الحفاظ على ما تحقق او الهم محاولة الاقناع الاخر؟ بيكون همنا إلقاء الحجة، حتى ما يقول يوم من الأيام أنتم ما حكيتوا معي، أنتم ما بينتوا لي، حتى للتاريخ نقول يوم من الأيام نحن حكينا معه، رغم أنه عارفين مسبقا ما رح يغير ولا رح يبدل، بس يجب إلقاء الحجة. هو الله عز وجل ألقى الحجة على البشر، وهو قال وقليل من عبادي الشكور، بس ما وقف عن إلقاء الحجة ومحاولة الهداية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بالنهاية كل واحد بيتحمل مسؤولية عمله. معلي بدك تسمح لي أسأل شيء لبناني على موضوع الدولار. هل نحن كمان مضغوطين من الخارج؟ عندكم قناعة كحزب الله، هل نحن ندفع اليوم ثمن مخطط طويل نوصل فيه إلى الدولار انهيار لأخذ شروط من حزب الله، من سلاح حزب الله؟ أنا بعتقد إنه أزمة الدولار بشقها الأغلب داخلي، له علاقة بتراكم الانهيار الاقتصادي اللي حصل بسبب السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة اللي صارت خلال السنوات الماضية. إذا في تدخل خارجي فهو جزء بسيط. العقوبات أنا المربوطة برأيي بالقطاع جزء بسيط، أنا المصرفي. برأيي جزء بسيط. الجزء الأساسي هو في خلل بنيوي داخلي، إن شاء الله تقدر الحكومة تتخطاه لحتى نقدر نكون على سكة الحل، وإلا التدخل الخارجي ضعيف. بعدين العقوبات الأمريكية على مين؟ على حزب الله؟ وين يعني؟ قديش تأثيرها على القطاع حزب الله؟ المصرفي مش مهدد القطاع أيضا؟ المصرفي أصلا متمسكين فيه بالخارج أكثر ما نحن متمسكين فيه. لا، أنا ما بعتقد إنه في ضغط من أجل حزب الله، لا، في ضغط حتى لبنان يمشي بالسياسة اللي بدهم إياها، هذا صحيح. لكن أكبر الأزمات عنا إلى علاقة بالأداء الداخلي، ولو ما عنا نحن في فساد كتير، في أموال سربت إلى الخارج ونحن بحاجة لها، في طريقة إدارة خاطئة، في مملكة الطوائف، في 30 سنة انعملوا بطريقة غلط. طيب كل هذا تراكم في مشكلة محلية قبل أن تكون خارجية، إن شاء الله نقدر نتخطاها بالتعاون مع الحكومة. بدي احكي شوي عن محور المنطقة إذا بتسمح فضيلة الشيخ. اليوم البعض بلبنان عم بيقول خيرنا نحن الشرق، خيرنا الاقتصادي والسياسي، البعض الآخر بيقول لا. إذا رحنا إلى الشرق شو ناطرنا من تقديمات ما قدرنا نأمنها بعلاقاتنا الدولية الغربية؟ حتى ما نصعب على حالنا، أنا لا أدعو أن يكون خيارنا الشرق بدل الغرب. مش بديل. أنا لا أدعو أن يكون خيارنا الشرق بدل الغرب. أنا أدعو أن نفتح نافذة على الشرق كي لا يبقى خيارنا محصورا بالغرب، لنرى هذه النافذة ما الذي نحصل من خلالها عليه ونؤسس عليه للمستقبل. خلينا نعمل تجربة يا أخي، نحاول نسلم الصين مثلا مشروع من كهرباء. مشاريعنا، معمل كهرباء، طريق سكة حديد، أي شيء نسلمه، نشوف مقارنة مع الآخرين، نعمل تجربة بالموضوع. أنا مع فتح الطريق على الشرق، لا على قاعدة إنه نترك الغرب نروح على الشرق، لا، بس نفتح طريق. إذا فتحنا هذه الطريق ماذا نستفيد خارج إطار التقديمات الحسية المادية السياسة؟ لأنه البعض عم بيقولوا إنه كل الضغوطات اللي عم تنحكى هو
وعذرا على التعبير رح انقل شيء بس ماني كافره اذا نقلت الكفر، يعني وقت تحكوا عن سوريا وعلاقتنا مع سوريا وبخصوص التهريب كانه عم بينقال انه بدكم تطبيع مع العلاقات السوريه، وعذرا على كلمه تطبيع لانه هي علاقات موجوده خارج اطار الاكثريه الموجوده او الراي العام الموجود بلبنان. إذا اليوم منناقش على مستوى قوى سياسية، أغلب القوى السياسية في لبنان تريد علاقات مع سوريا. أغلب أغلب القوى السياسية تريد علاقات مع سوريا. تيار الوطن الحر، حركة أمل، المردة، حزب الله، السنة، تشاور لقاء التشاور، السوري اللقاء التشاوري، القومي السوري، وقوى أخرى وشخصيات موجودة على الساحة ممثلة بالمجلس النيابي، هي بتشكل أغلبية بالمجلس النيابي بدها علاقات مع سوريا. إذا هذا اللي بيقول أغلبية الشعب اللبناني ما بده علاقات مع سوريا، منين جايب الأغلبية هاي؟ بالإعلام، بالإعلام ما طبعا. الأغلبية إذا كانت تترجم بالمجلس النيابي، فالأغلبية الشعبية النيابية عم تقول بدها علاقات مع سوريا. من هون بدي أقول المشكلة هو حجم الضغوطات الأمريكية والأوروبية على الحكومة اللبنانية والتهديدات اللي عم بيهددوها فيها إذا فتحت علاقات مع سوريا. هلأ السؤال، أيمتين بتقدر تتحلل الحكومة اللبنانية من هالتهديدات؟ أيمتين بتقدر تقنعهم إنه ما في ضرر لإلهم من هالعلاقات؟ ما بعرف، أنا هذا موضوع بده مناقشة بقلب الحكومة اللبنانية لتاخد القرارات المناسبة بهذا الشأن. بدنا نقول أي زاوية يتحرك فيها لبنان. إذا عم نحكي عن مصلحة لبنان، مش مصلحة لبنان الاقتصادية إنه يكون فاتح طريق على سوريا حتى تمرق الشاحنات، وحتى نحن نصدر ونستورد من سوريا، لأنه سوريا بحاجة لبضائعنا ونحن بحاجة لبضائعها، وكلفتها أقل علينا من غيرها، أي فشخة نوصل على سوريا وهن بيوصلوا لعنا. لكن في قرار سياسي ضاغط على لبنان. نحن إلا مصلحة بالعلاقة مع سوريا، بس في ناس مش مقتنعين بهالمصلحة. لازم نقنع الغرب عمليا انه انتو شو عم تقدموا لنا حتى عم تمنعونا من هالعلاقة. عم بحكي اقتصاد، ما عم بحكي سياسة. تفضلوا انتو قدموا لنا تنشوف بديل، ما عم تقدموا بديل اذا بدنا نحكي اقتصاد. اما اذا بنحكي سياسي، ما في مبرر للخصومة مع سوريا. أول شيء جارتنا هي، والتاني شيء مواقفها السياسية مثل مواقفنا في مواجهة إسرائيل. ليش بدنا نكون في خصومة معها؟ الغرب بحاول يفرض شروطه السياسية، وهون الخطر اللي لازم ننتبه. هذه النافذة نحو المحور الآخر، محور الشرق. اليوم في صراع كبير أمريكي صيني، وأكيد كلنا عم نراقب كيف عم بيتعاطى ترامب مع الصين ولوين بده ياخذ العالم. شو رح تدفع منطقتنا من هذا الصراع إذا تمت المواجهة؟ هلا انا ما بعرف اذا حتصير المواجهه او لا، يعني مواجهه عسكريه، تصعيد ما كلام. بعتقد انه بيصير في مواجهه عسكريه صعبه بين امريكا وبين الصين. لكن نحن ما نكون ملكيين اكثر من الملك، وبالتالي علينا ان نسعى للانفتاح على الصين. يا جماعه، هاي اسرائيل انفتحت على الصين، واليوم وحده من مشاكل امريكا مع إسرائيل إسرائيل هي أن إسرائيل انفتحت بشكل كبير على الصين إلى درجة في تهديد اقتصادي له علاقة بأمريكا. طيب شو ناقصنا نحن ننفتح ولو شوي بالموضوع؟ ليش نحط حالنا نحن بدوامة الدول؟ إلا مصالح، خلينا نشتغل على مصالحنا وشوي شوي، ما عم بقول إنه دفعة واحدة، إن شاء الله نقدر. إن شاء الله. وفاة السفير الصيني بإسرائيل بيعني لكم شيء؟ رسالة ما أو بعد التحقيقات ما عندي معلومات عن الموضوع. ما لا، فضيلتك، كوننا عم نحكي عن المحور ككل، هذا المحور شكل يمكن قوة سياسية، لكن بس كقوة اقتصادية بعد ما قدم مادة حقيقية
تكون نافذة، مش ما أقول بديل، تكون نافذة أو تكون في محل لتجاوز الضغوطات الدولار على العالم. ليش تأخر هذا المحور بقراره الاقتصادي مع أنه تقدم بالقرار السياسي؟ أي محور؟ محور المقاومة، محور الشرقي، محور لا أقول شغله. إذا عم نحكي عن محور المقاومة، محور المقاومة هو مجموعة دول وقوى تؤمن بالمقاومة، بس كل واحد عم يشتغل حسب قدراته وإمكاناته. لكن كمجموع دول بمحور المقاومة مش كتيرة حتى تشكل تقل كافي تتعمل بنية اقتصادية مؤثرة. نعم، في دول البريكس اللي فيها روسيا والصين والبلدان الأخرى صار لهم عدة سنوات بيقولوا بدهم يعملوا عملة بديلة. بديلة، ما بعرف ليش ما قدروا حتى الآن يعملوا العملة البديلة. بالنهاية هذا نقاش دول ومصالح دول، أنا ما كتير مطلع على قدراتهم بهذا الموضوع وإمكاناتهم بهذا الموضوع، لكن لازم يكون في بديل. نعم لازم. العالم بعد كورونا رح يكون متغير، كيف ترى الشرق والغرب وعلاقته بلبنان مع متغيرات ما بعد كورونا؟ في صورة ارتسمت براسي هلأ أنتو عم تسألي، كيف لما بيكونوا المرضى بقلب المستشفى وبينتقلوا لفترة النقاهة بالبيت كلهم بيبقوا عم يتوضحوا، فيبدو لي أنا بده يمر فترة عند العالم مش متلمس شو بده يعمل بالمستقبل، ضياع يعني. بانتظار إيه فترة يعني عدم استقرار، بانتظار إحصاء الأضرار ومنافذ الحل اللي ممكن تكون موجودة. هاي حتختلف من بلد لبلد، من منطقة لمنطقة، من جهة لجهة. ما كل الناس بتحمل مثل بعضها، ما كل الناس أضرارها مثل بعضها، ما حدا قادر يتصور هلأ بعد، لأنه إذا بدنا نسمع لمنظمة الصحة العالمية اللي بتقول ما بنعرف إمتين بيكون الحل، ولا حنكتشف دواء ولا لقاح، بركة هذه طول سنوات، يمكن نشوف انهيارات ساعتها. ما عندي تصور، لأنه بدي أعطي تصور عن شيء مجهول بالنسبة لإلي، ما بعرف. بظل كورونا معقول يكون في مواجهات في المنطقة؟ إيه لا، محتمل، لأن محتمل بس قليل. الساحة وين؟ سوريا؟ لا ما بتصور هيك، يعني أكثر شيء عم ينحكى هلأ بمواجهة محتملة بين الصين وأمريكا، بس أنا بستبعد، ما مبين في ولا محل بالمنطقة في احتمال مواجهة، ما مبين. ليبيا مش بديل الساحة لا السورية؟ لا، ليبيا لحالها إلى قصتها وإلى نفطها وإلى خصوصيتها اللي عم يتقتلوا عليها العالم لحتى يسلبوها خيراتها. لا مختلفة عن الساحة السورية وليست بديلا، لأن ظروفها مختلفة وجغرافيتها مختلفة. الإرهاب داعش انتهى، أو فينا نقول في صورة أخرى أو نسخة أخرى داعشية؟ إرهاب داعش الدولة انتهى، يعني ما عاد في دولة اسمها داعش، ويصعب بعد أنها تتكون، لكن إرهاب المجموعات المنتشرة في العالم هذا بيبقى، هذا بده وقت طويل. البعض كانوا عم بيراهنوا انه لبننة العراق وعرقنة لبنان، هل ترى نحن في وجه من هذه الامور بين لبنان بالازمة السياسية لا لا ككل؟ لا لا، لبنان له خصوصيته والعراق له خصوصيته، مشاكل العراق مختلفة عن مشاكل لبنان، تعقيدات العراق مختلفة عن تعقيدات لبنان. أنا برأيي الرابط بيناتهم كيف عم بيصير ربط بالمشابهة وليس ربط بالحقائق الوقائع. والوقائع. لا ما في ربط. ما رح اخذ من وقتك كثير فضيلة الشيخ نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله، رح اترك لك بمناسبة 25 ايار، هالمناسبة المجيدة لكل اللبنانيين. التاريخ مهما كتب رح يكتب الشرف والعزة والكرامة والانتصار والتحرير والمقاومة، والتاريخ مهما ضيع في وقائع وفي جيل وفي أجيال رح تنقل هذه الأمور. رح أترك لإلك عبر صدفان هالإذاعة الأرمنية يلي بحمل تحيات كل جمهورها لإلكم كمقاومة
ولحضرتك بالتحديد توجه الكلمة المناسبة والحابة تقوله. ب 25 أيار حصل انتصار كبير على وليد الشيطان الأكبر إسرائيل، وبالتالي هذا الانتصار مش انتصار للبنان بس، هذا انتصار للبنان وفلسطين وكل الدول العربية والإسلامية، انتصار للمقاومة بكل أنحاء العالم، انتصار لأرمينيا والأرمن، انتصار للبحرين، انتصار لكل موقع في مواجهة ضد الاستكبار العالمي. أنا بقول إنه رح نفتخر قدام أجيالنا القادمة إنه كنا عم نشهد مرحلة التحرير الكبرى يلي أثرت بمسار كل المنطقة وحتأثر على المستقبل. أنا شايف المستقبل أكثر إشراقا بسبب 25. كل عام وانتم بألف خير، 20 سنة وسنين مديدة يا رب، ولبنان يكون بخير وكل التحديات، وعذرا على المقدمة يلي أهلا ربما وسهلا. ما قدرت توصل لا لا الفكرة، لا، ما وصلت قدرت وصلت. الفكرة، بس لأنه النصر كتير كبير بيكون الثمن يلي عم ندفعه، أنا مقتنعة لأنه في حدا بعد منه قادر يقبل هذا النصر، منه قادر يقبل إنه نحن شعب بحجمنا وبقدراتنا قدرنا نعمل هذا التغير بالعالم. الحمد لله. شكرا لك، أهلا شكرا. وسهلا.